كابتن أسامة، الدروس المستفادة من مباراة اليوم، وإزاي مستر موسيماني الفترة الجاية يتعامل مع اللعيبة ويهيئهم نفسيا للمباراة الصعبة اللي جاية؟ الدروس المستفادة إنه رقم واحد عدم إضاعة الفرص السهلة، وكلنا كل شوية بنتكلم فيها، ودي ما حصلتش النهاردة بس في ماتش طلع الجيش وتأخرنا وجبنا الجون في الدقيقة 90 بتاع جاي التاني. ماتش اللي قبليه تعادل، قصدي خسارة من سيمبا، ماتش دجلة ضاعنا فرص كتير. فاللعيبة لازم تستفاد، وكل واحد يشوف نفسه قبل كمان مستر موسيماني، كل واحد يشوف نفسه هو بيضيع الفرص دي ليه؟ هل هو بيبقى عصبي؟ هل هو بيبقى عايز يتمرن اكتر؟ حتى لو لوحده مش ضروري مع مستر موسيماني، يعني حتى ساعات اللعيب بيفضل هو بعد التمرين شويه يستأذن من مستر موسيماني ويشتغل على الجون. يعني ايه السبب انه بضيع الفرص دي؟ كل واحد يحاسب نفسه، بالذات اللي بيضيع كتير يعني. كويس. ده درس مستفاد. درس مستفاد تاني انه مهما تكون كسبان لازم تحرص في النواحي الدفاعيه. لازم ما تغفلش في اي وقت. يعني انت لما تشوف الجون الاولاني، اللاعب رقم 20 هو اسمه جلودي، ده اللي جاب الجون وسط اربعه، يعني كل المدافعين كانوا موجودين على فكره. يعني لما لو اللقطه اتعادت تاني العدد كان كامل، يعني مش ما كانتش هجمه مرتده مثلا فهم مثلا 3 على 2 ولا 3 على 1، لا ده واحد وسط اربعه. عدى بسهوله من ناحيه اليمين وشاط، وفي اثنين او ثلاثه داخل ال 18، وهو رد فعله كان اسرع، ردت له من الشناوي وهو حطها تاني. بالظبط. فدي برضو انك مهما بتكون بتهاجم، ده درس مستفاد، مهما بتكون بتهاجم لازم تبقى مركز جدا في النواحي الدفاعيه حتى لو هي قليله عليك. الحاجه الثانيه، اللعيبه اللي بتبقى قاعده احتياطي، ودي مهمه جدا، لازم يبقى قاعد قاري الماتش كويس، مركز، مهما ينزل في اي وقت لازم يبقى نازل عارف هو عايز يعمل ايه. يعني احنا لما نتكلم على التغييرات النهارده، كلنا قلنا بين الشوطين ممكن الشحات يتغير، ممكن بولا يتغير، هو استنى 10 دقايق وعملهم كويس. غير نزل هو بمناسبه التغييرات يا كابتن اسامه، بما انك بتتكلم عن التغييرات، هل تغيير محمود وحيد الاضطراري اللي في الاول اثر شويه على الدفاع؟ لا ما اثرش. لا ما اثرش اصله. ده بالعكس، ده هو انت لو تيجي في ناحيه الشمال، ايمن اشرف عامل جبهه كويسه وعمل اكتر من كره عرضيه خطيره. الشوط الاولاني عامل اكتر من كره عرضيه خطيره، يمكن هو في اخر 10 دقايق بس هيدي شويه. ياسر ابراهيم لما نزل يعني بيأدي كويس، ولعبنا قبل كده بالشكل ده على فكره. أي. في مباراه قبل ما وحيد يلعب لما كان علي مصاب، لاعب ايمن اشرف وياسر وبنون لا ما اثرتش كتير على فكره. لا ما اثرتش كتير. أي. فدي التغيير دي ما اثرتش، بس انا بتكلم ان هو نزل شريف وطاهر في الدقيقه 55، بعد طاهر نزل عصبي جدا. صح. يعني شريف اول ما نزل جاب جون وربنا وفقه، لكن طاهر نازل، ودي ملحوظة على طاهر في معظم الماتشات، وطبعا مع الخبرة والوقت واللعب كتير مع النادي الأهلي، أكيد هو برضو سنه صغير هيعرف أنه يبقى هادي شوية. يعني طاهر لعيب كويس ولعيب مهم، لكن أحيانا بيبقى أداؤه فيه عصبية شوية. النهاردة يعني عشان كده بقولك اللي قاعد بره ده لازم يبقى مركز قوي وهو نازل، ما حسيتش انه نزل عمل فرق واضح يعني. بعد كده نزل مروان محسن، طبعا نزل جاب جون مكان ديانج، وما كانش فيه فرصه. لما اسامه بيكلمك على موضوع انه بعد ديانج ما طلع ومروان نزل، هو كان عمل الثلاث الاوقات بتوع التغيير، لان ياسر نزل في اول الماتش او 10 دقائق، ثم تغييرتين في الشوط الثاني، فخلاص الثلاث اوقات بتوع التغيير كانوا خلصوا يعني. أي. فدي كل دي دروس مستفاده، انه حتى مستر موسيماني، بس هو بصراحه معذور في دي، لانه يعني هو نزل مروان وكنا متعادلين 1-1، كان بعد الجون على طول، كان يمكن ممكن يستنى شويه، لكن ما تقدرش تقول ان هو غلط فيها 100%. واول ما مروان نزل ربنا كرمه بالهدف، فما كانش عنده وقت ان يغير تاني جزئيه
انه ينزل حمدي فتحي ويطلع حد من المهاجمين يعني. فكل دي دروس مستفاده. زي ما اسامه قال برضو ان احنا اخيرا لازم نركز في ماتش الاسماعيلي الاول ولازم نهتم، لان انت بتلعب في اكتر من بطوله. النادي الاهلي لما نخلص مباراه الاسماعيلي ان شاء الله يبقى بقى نبص بقى التفكير ايه الاستعداد لمباراه فيتا الثانيه ان شاء الله يعني.